قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي إلى المشهد الختامي لدوري أبطال أوروبا بعد تدوينه ثنائية أمام الضيف باريس سان جيرمان. بذلك بات محرز اللاعب الجزائري الأكثر تسجيلا في البطولة برصيد عشرات أهداف متخطيا ياسين إبراهيمي. سنقاتل هناك في مانشستر أمام السيتي عبارة كانت للباريسيين نيمار جونيور. غياب الأيقونة الفرنسية مبابي عن التشكيل الأساسي للبي اس جي راح معه رفاق الرسام البلجيكي دي بروين. غوارديولا دخل للحفاظ على تقدم الذهب وبوتشيتينو يرغب في تغيير الواقع إيابا. أرض الملعب زينت بالثلوج والبداية كانت مطالبة بركلة جزاء فصل فيها الفار سلبيا. ابن الجزائر واصل تألقه أمام الباريسيين وضرب أحد أعمدة برج إيفل بهدف كانت فصوله مثقنة بين الرسام البلجيكي دي بروين والأنيق رياض محرز الذي كتب اسمه ذهبا وإيابا في المربع الذهبي. ردة فعل الباريسيين جاءت برأسية من البرازيلي ماركينيوس لكن العارضة منعته من تعديل ميزان الحوار. أنخيل دي ماريا بيسراه الساحرة كاد يكتب اسمه في سجل الهدافين عندما باغث مورايش بتسديدة لم تفي بوعودها للملك الباريسي. البلجيكي دي بروين سدد بعدها من مكانه المعتاد لكن قوس قدمه لم ينل من الدوران ما يكفي لزعزعة شباك الضيوف. رياض محرز قلب صندوق جزاء كيلور نافاس كما شاء ولولا يقظة الحارس الكوستاريكي نافاس أمامه وأمام البرتغالي برناردو سيلفا خرج الفريق الباريسي بنتيجة مضاعفة عند نهاية الشوط الأول. بين الأول والثاني تحرك عمال الملعب لإزالة الثلوج عن أرضيته عسى الكرة تصبح أسرع وهذا منا لكم من خزانة الكواليس. في المشهد الثاني لا يمكنك أن توقف رياض محرز إلا بارتكاب الأخطاء. أخطاء الباريسيين تواصلت في التغطية الدفاعية ومن غيره للأهداف يحرز إلا رياض محرز عربي جزائري بقيمة عالمية. وضعية الباريسيين ازدادت سوءا بخروج أنخيل دي ماريا بالبطاقة الحمراء. في الفودن كاد يضيف الثالثة لولا القائم الذي ناب عن كيلور نافاس. سيتيزنز في المشهد الختامي لأول مرة في تاريخهم والإمضاء عربي بقدم جزائرية. نحن سعداء جدا بما حققناه اليوم، لقد كانت مباراة صعبة مرة أخرى، سجلنا في لحظات حاسمة وصنعنا الفرق، هذا شيء جميل لي كلاعب عربي والإحصائيات تشرفني، ولكن هناك المهم والأهم والذهاب إلى النهائي. وعقب المواجهة أكبر.